مصطفى من السويد. يوم الحلقة الأخيرة من خط إنتاج الصناديق، بعد ما خلينا الصناديق تقف عند تفعيل حساس الصناديق المتراكمة في الأعلى، اليوم بدنا نخلي هذا الخط كونه خط تابع للصناديق الخشبية لا يعمل عند تحسس أو عند تفعيل حساس الصناديق المعدنية الذي هو هنا. لاحظوا هذا صندوق خشبي لم يتفعل هذا الحساس، ولكن عند دفع هذا الصندوق هنا في لدي حساس، لدي صندوق معدني. لاحظوا هنا إذا تفعل هذا الحساس. إذا نحن نريد أن لا نجعل المثقاب ينزل إلى الصناديق المعدنية ليقوم بثقبها. نفرغ ونوقف البرنامج. ماذا سنفعل؟ في البداية سنجعل عدم نزول المثقاب. خيار أو أمر تفعيل أمر نزول المثقاب هو Y4 سلندر بور أوت. إذا نضيف إليه ليس X10، ليس X10. هل هذا كافي؟ لا. عندما يدفع المكبس الأول الصندوق المعدني إلى هنا، يجب أن يعود مباشرة، لا ينتظر المثقب لينزل. لذلك ماذا سنفعل هنا؟ لاحظوا أن عودة المكبس الأول هنا بعد أن تتم عملية المثقب، لذلك يجب أن نضع خيار آخر لعودة المكبس مباشرة دون المرور بعمليات المكبس نزولا وثقبا. ماذا سنفعل في هذه الحالة؟ سنأتي إلى هنا ونحذف هذا الأمر ونضيف سطرا هنا، نحذف Y1 ونضع خيار جديد. ما هو هذا الخيار؟ عند X10 و X0 ماذا سيحصل؟ نضع عداد آخر ليقوم هذا العداد بتسليم العمل إلى المكبس الثاني. سنسمي هذا العداد C3، العداد فقط 1. ما هو الخيار الذي سيقوم بتفريغ هذا العداد؟ طبعا نحن هنا قلنا نريد أن نجعل Y1 عودة المكبس مباشرة، Y1 سلندر إن. X10 وX0 عندما يأتي المكبس إلى هنا X0 ويتحسس الحساس المعدني، يقوم بالعد إلى Y1 ويسلم الأمر إلى المكبس الآخر. إذن سنضيف هنا MC2 أو C3. يؤدي إلى الدفع. ما هو الخيار هنا الذي سيؤدي إلى تفريغ هذا الأمر لعودة الأمور إلى مجاريها؟ هو نفسه Y3. إذن Y3 عند عودة المكبس الثاني. ولا ننسى أن نضيف هنا إلى عودة المكبس إلى الخيار الآخر الذي كان عندنا، ألا وهو Y7 Y5، ولكن سنستعيد عنه هنا بT1 فقط. إذن نضيف T1، أي عند تحقق T1 أيضا سيعود المكبس إلى مكانه الطبيعي. نجرب البرنامج. X15، لدينا صندوق معدني. إذا تم دفعه مباشرة، صندوق معدني آخر تم دفعه مباشرة، صندوق خشبي لا معدني أيضا، وهذا خشبي. إذا نزل المثقب، اشتغل العداد، عاد المثقب، عاد العداد. إذا
نستطيع أن نقول أن الأمر عمل بكفاءة وعمل كما هو واجب منه وما هو مطلوب. بتمنى تكونوا استفدتوا من البي ال سي اللي قدمت لكم إياها. أحاول المرة القادمة أقدم لكم بي ال سي عن طريق الروبوتات اللي بتشوفوها بمعامل المصانع، بمصانع السيارات بشكل خاص. بتمنى أشوفكم المرة القادمة تكونوا على خير. الله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مصطفى من السويد، السلام عليكم.